السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج العذراء. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج العذراء عندك تقدم، عندك خير. لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبعه اكتب تمه عشان يوصلك لينك قناتنا الثانيه اللي عليها العلاج باذن الله. وانزل في الكومنتات واكتب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهتشوف قد ايه التغيرات والتبشرات اللي عندك. وهنشوف مع بعض دلوقتي التوقعات وايه الاحزان الاخبار عندك. النهارده زي ما قلت لك 22 ديسمبر، وده تاريخ الفيديو بتاعك علشان المصداقيه، وكمان دي توقعات الايام اللي جايه. بص يا برج العذراء، لخبطه القراءه عندك دي بتدل ان انت مهموم وفي طاقه حزن، وفي كمان خذلان او امور فيها عراقيل بينك وما بين الشريك. الفتره دي من اكتر الفترات اللي انت مأذي، من اكتر الفترات اللي انت بالك مشغول، عندك موضوعين محيرينك وتعبينك نفسيا. خلي بالك من المؤامرات اللي بتحصل لك من حرف السين والحاء والراء، دول تلات اشخاص في حياتك بيحاولوا يجيبوا سيرتك وبيحاولوا يتكلموا عليك. خاب ظنك في ناس كتيره جدا واتقفلت عليك الدايره لوحدك. عندك سوء ظن، ما بقتش يعني ما بقتش واثق من نفسك، ما بقتش واثق من اللي حواليك. حاسس ان انت مخنوق، حاسس ان انت متضايق. في بعض العراقيل اللي عندك، وده بضغط نفسي ومحدش حاسس بيك. عندك بعض المناجحات او بعض الامور اللي هترجع تتظبط، بس لازم تهدلي اعصابك الفتره اللي جايه علشان خاطر انت لازم تطلع من كل الطاقات السلبيه اللي انت بتمر بيها واحده ورا واحده. عندك كمان دايما اقول لك ان في حاجات اتسرقت منك، في ذهب، في فلوس، في حاجات راحت منك، والحاجات دي كانت تمنها تقيل لدرجه ان انت مخنوق ومتضايق. الحزن اللي في حياتك ده قرب ان هو ان انت تتخلص منه. حزنك اللي واخد جزء كبير في حياتك دي فتره وهتعدي، وهتدخل في نجاح كبير جدا او في دعم حلو، والدعم ده هيغير من نفسيتك بالكامل وهيخليك تدخل لطاقه ايجابيه. انت عشت فتره من الغدر، عشت فتره من الالم، عانيت اشد المعاناه، كان عندك سوء حظ في حياتك، بس الفتره اللي جايه دي هيتظبط بسبب المكالمه اللي انت مستنيها او بسبب الامور اللي انت برضو منتظرها، علشان انت كان عندك الفتره اللي فاتت دي كميه انتظار رهيبه. في موضوع مش مريحك، لإما الشريك مش مريحك، لإما في موضوع شاغل بالك. الموضوع ده انت لازم تاخد فيه القرار. عندك كمان تخطيط لمشروع، والمشروع ده احب اطمنك وابشرك ان هو هينجح، بس لو انت اهتميت بنفسك اكتر الموضوع ده هينجح وبسرعه كمان، وهيبقى في عزوم عندك او هيبقى في عقبه، والعقبه دي انت كده كده هتتخطاها علشان هيكون عندك انتصار على حياتك بالكامل في طريقك. جبر خاطر لربنا كبير وعظيم، وهيغير من كل الازمات اللي انت مريت بيها الفتره اللي فاتت، علشان حصل عندك اكتر من مره سوء حظ مع عراقيل، مع توتر، مع اشخاص موجودين من دمك ولحمك، اشخاص جايبين في سيرتك بحاجات سلبيه، وانت ما بتحبش حد يجيب في سيرتك طول ما انت كنت كويس معاهم، بس هم ضميرهم كده، هم نيتهم كده. فبالتالي ما دام هم اشخاص نيتهم كده وحياتهم كده، مستحيل حياتهم تتظبط او يحصل عندهم تغيير في حياتهم. فانت ركز على هدفك وركز على حلمك، علشان هيكون عندك اخبار حلوه مع توقعات جميله الفتره اللي جايه. هيكون فيها دعم مادي، دعم عاطفي، الله اعلم. انت عندك كذا دعم في حياتك الفتره اللي جايه، والدعم ده هيكبر من نفسيتك او هيديك الانطلاقه الحلوه اللي انت بقالك مدة مستنيها. وما تسمعش كلام حد ولا ترمي ودنك لحد، وزي ما قلت لك التلات حروف دول تخلي بالك منهم كويس جدا وتحط عينك في وسط راسك ليهم، علشان ما تخليش اي حد يأذيك. علشان على قد ما في أحبة كتير لحياتك، دايما اقول لك ان انت عندك اعداء، عندك اشخاص بيجيبوا في سيرتك وهم اصلا
يعني مش عارفة اقول لك هم ايه، بس هم بيجيبوا في سيرتك بطريقة سلبية وانت كويس جدا معاهم، وده اللي تعبك نفسيا ان انت كويس وبتديهم بتديهم كتير جدا، وبرضه ما فيش حد تامر في حاجة ابدا. فارمي ورا ظهرك كل الهموم وكل المشاكل، وركز بس على طاقتك، وخلي بالك من التعابين اللي موجودة في حياتك وما زالت موجودة. خد حذرك من انسانة في حياتك مش كويسة، ما تديش سرك لحد، وحاول تنتبه كويس جدا لخطواتك يا برج العذراء الايام اللي جاية، لان في ناس بتراقبك بعين خبيثة. في كمان مبلغ الايام اللي جاية هيجيلك من الفلوس، المبلغ ده هيفرح قلبك، وكمان هيبقى في امور حلوة في حياتك. في شخص من العيلة عندك، خلي بالك منه، خلي بالك منه. شايفة كمان انه انت هتعمل حدود بينك وما بين حد. وفي كمان اذى هيقع عليك، بس بفضل دعوات الست الكبيرة اللي عندك ربنا هينجيك من عذابهم. اليومين دول بالك مشغول بالفلوس، حاسس ان الرزق قليل، ده بسبب العين والفلوس المتبخرة عندك. بتشك في حاجات كتيرة جدا الايام دي يا برج العذراء انت، وفي حقيقة بتكتشف قدامك، وفي اشخاص قدامك هيخلوك تعرف حقيقة الناس دي كويس جدا. شايفة كمان الايام اللي جاية هتحس بامان اكتر، هتحس ان قلبك بدأ يدق من جديد. عندك فرصة مهمة جدا مع شخص مهم، في عقبة قدامك هتنزاح، وهيبقى في مشوار جواز. العقبة دي هتنتهي بعد التضحيات اللي انت عمال تضحي فيها. عندك كمان احتمالات انه يكون في عندك شخص مختفي هيوصلك منه خبر الايام اللي جاية، وهيبقى في فرصة جديدة، وهيبقى في رجوع وصفحة جديدة، بس الفترة دي هتجيلك بعض الوقت. انت اليومين دول عندك حالة كسل بتحصل لك، حالة توتر، حالة حيرة، مش عارف انت عايز ايه ولا ناوي على ايه. شايفة كمان ان انا عندك دايما نيتك سليمة، دايما نيتك سليمة، وعشان كده هتاخد خطوة لقدام بفضل ربنا. بسم الله. كمان يا برج العذراء الشخص اللي غايب عنك بقاله فترة طويلة وقلبك عمال يسأل عليه وبتفكر فيه، هيكون عندك مواجهة بينك وما بينه الأيام اللي جاية. وفي شخص هتحكي له على اللي في قلبك، وهتحكي له على الخلاف اللي بينك وما بين العيلة، وهيتحل لصالحك علشان النقلة الجديدة اللي جاية لك. انت عندك دفع مصاريف الأيام اللي جاية، زيادة في الالتزامات، زيادة في الأمور، بس شايفة كمان ان انت هتركز كويس جدا في حالك، وهتركز كويس جدا ان انت تخرج نفسك من اللي انت فيه. انا عارفة ان انت بتعاني من وجع في الركبة، وجع في اسفل الظهر، دايما بتعاني من حاجات كتيرة جدا، بس عايز اقولك تحذر وتخلي بالك من شخص بيدبر لك فخ من حواليك، من حواليك، بس ربنا علشان بيحبك هينصرك باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. برج العذراء عندك سحر بتعطيل امورك، عندك شخص هتقعد معاه الايام اللي جايه دي، وهيجي لك منه وراه خير وفتره جديده وفتره اثبات وجود. اليومين دول انت بتحاول تثبت مهاراتك، تثبت قدراتك علشان خاطر في عمل جديد، او بتحاول تثبت وجودك في حياتك. الفتره دي بلاش تيجي على نفسك، انت محتاج راحه. المكالمه اللي انت مستنيها هتجيلك، ما تقلقش، وهيبقى عودة غايب وكمان خبر حلو، بس في حد بينافسك في شغلك، احذر وخلي بالك منه. أعدائك كتير، وفي شخص من الأبراج الترابية، إذا كان الجدي أو التور أو من برجك برج العذراء، هيحاول يساعدك الأيام اللي جاية، وهيكشف ليك أعداء وهيدعمك. في سفر قريب هيخليك تحس بالسعادة، بس انت قول لي يا برج العذراء، انت هنا ناوي على حاجة، ناوي على شراء عربية، شراء بيت، شراء سكن، الله أعلم، بس انت عندك نية، نية واضحة جدا الأيام دي. اهو مش بقولك انا، في طاقة انتظار، طاقة صلح، طاقة رجوع، طاقة حياة جديدة. انت فقدت الثقة في حاجات كتيرة جدا، بس معروف عنك ان انت ذكي، واللي بتحسه بيحصل على طول، روحانياتك عالية، دايما بتلاقي كده الحاجة اللي بتحس بيها بتلاقيها على طول حصلت، وبتربط الأحداث كلها ببعض، الخيوط كلها بتربطها وبتطلع النتيجة الصح. شايفة كمان ان انت هتبدأ تغير نظامك وهتغير حياتك، بس عندك زي ما قلت لك طاقة شك وتشويش، حاسس انه في حاجة من السايباك، عندك طاقة سلبية، عندك طاقة سلبية. بس عايز اقول لبرج
العذراء ان انت عندكم طاقة انجاب، طاقة حمل الايام اللي جاية، في مولود باذن الله هيبقى فيه خير، لو انتوا بتخلفوا بنات فعندكم ولا، هيبقى عندكم العكس بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، وحل الامور الازمية اللي عندكم. ده مش كده وبس، كمان ده الخسائر اللي انتوا خسرتوها او البيع او الحاجة اللي خسرت عندكم، ربنا هيفتح لك باب جديد، طريق جديد، استمارة جديدة، حياة جديدة بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. بتعيد حساباتك الايام دي يا برج العذراء، الفترة دي ما ينفعش خالص حد يجي عليك، انت مش مستحمل ضغط، انت محتاج ناس تديك الطاقة الايجابية في حياتك، مش محتاج حد يحسسك باي غلطة انت عملتها، في ناس حاطينك في بالهم وبيستنوا لك غلطة علشان يضغطوا عليك. شايفة كمان ان في ناس وقفالك على الوحدة لدرجة ان هم ما بيقبلوش منك اي عذر، وبيقولوا ان انت ما فيش مشكلة، ان انت ما فيش حاجة فيك ومش عارفة ايه، وبيكلموا لك كلام يسد النفس، انت تعبان ومش محتاج حد يتكلم معاك، في ناس تعابين حواليك وعايزة تاكلك، ما انت محتاج ناس تحس بيك وتفهمك وتقدرك، محتاج ناس تقف معاك وتدعمك، وده برضو اللي مش لاقيه بسبب ان الناس مش سايباك في حالك. رغم الدموع اللي ملازماك، رغم القهر والظلم اللي انت مريت بيه، بس كل حاجة ليها نهاية، الحزن هينتهي وهتبدأ بداية حلوة وأيام جميلة، أيام سعادة وفرح. الخوف والقلق والتردد اللي انت ماسك فيه ده بمجرد وقته هيروح هينزال. ده مش كده وبس، كمان ده عندك هنا نية ودقة قلب جديدة، وانا عارفة ان اللي أذوك قاعدلك ومترصدين وحاسس ان هم ما فيهمش اي حاجه، بالعكس بتبقوا كويسين وعايشين ومرتاحين، بس انت ما تعرفش ربنا مدبر لك ايه بعد كده. الفتره دي امورك الماديه مش مستقره بالوضع اللي انت فيه، بس عندك استقرار في امورك الماديه خلال الفتره اللي جايه، علشان عندك ترقيه او زياده في الراتب بتاعك. بس خلي بالك يا برج العذراء من شخصين في عملك مركزين معاك ودايما بيدبروا لك اي حاجة علشان يستغلوه، احذر احذر وخلي بالك، عندك انتصار من عند ربنا باذن الله. ده مش كده وبس، عندك كمان مناسبة حلوة قريبة منك هتكون فيها متألق، وهيبقى هتلاقي الشخص اللي هيدعمك وهيسندك في بعض الايام. شايفة كمان انه في شخص هيكلمك ويطلب منك حاجة، في شخص هيكلمك ويطلب منك حاجة، وفي شخص هيحاول يقرب منك جدا، خلي بالك. شايفة كمان ان انت هنا عندك الفترة دي اي نعم القلق والتوتر ده هيروح وهينزاح، والضغط النفسي ده كله هيروح، علشان خاطر انت هنا عندك انطلاقة جديدة. بس قول لي مين مرات العم ولا مرات الاخ ولا مرات الخال؟ هي مرات حد عندك رشقالك ومش سايبالك في حالك، اقدر اقولك ان هي واحدة وبنتها، الفترة دي مترصدة لك بطريقة رهيبة ومركزة في حياتك، فخلي بالك وخد حذرك. في حد دايما واقف ضدك ومش مخليك تعمل اي حاجة، ودايما بيتمرد عليك ودايما بيحاول يوقعك في حاجات كتيرة جدا. شايفة كمان ان انت هنا عندك انطلاقة جديدة، بس في حد من العيلة بيتجسس عليك، في حد بيتجسس عليك، وممكن يكون حد في حياتك بيتجسس عليك. عندك سهرة حلوة الايام اللي جاية يا برج العذراء، ايوه عندك سهرة حلوة وعندك خروج من الضيق والخنقة والتوتر اللي انت فيه، بس لازم تهدي نفسك وتهدي اعصابك. فتاة العذراء انت اللي مستحملاه، محدش يستحمله، شايلة هم، شايلة حمل، شايلة حاجات فوق كتفك معذباك ومضايقاكي ومخلياكي خلاص حاسة بوقف الحياة، ده كله بمجرد فترة وعدت. شوف الحياة لسه هتتفتح قدامك، شوف الخير اللي جايلك، شوف الانطلاقات الجديدة اللي هتعوم على حياتك بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. انت دايما متألقة بس خطواتك مستعجلة الفترة دي. برج العذراء الحاجة اللي جايالك الفترة اللي جاية لازم تكون مستعد ليها، عندك رزق هيجيلك، نقلة جديدة، انت بتدور على شغل هيتحقق، وهتعتمد على نفسك اكتر وهتهتم بنفسك خلال الايام اللي جاية. بص يا برج العذراء، على قد ما انت وقفت معاهم وديتهم وفضلتهم عن نفسك، محدش وقف معاك ولا حد قالك مالك، في حد بينك وما بينه كلام قال وكنا، وفي ندم، في ندم. شايفة كمان انه في حد هيجيلك ندمان على اللي عمله فيك، مناماتك مزعجة وخايف جدا من مناماتك، عشان بتحس ان مناماتك كلها بتحصل بتتحقق.
في موضوعين او اختيارين او شغل حاجتين هتختار منهم حاجه، واللي انت هتختارها هتكون ايجابيه ليك وهتكون صح. انت دايما اختياراتك صح، بس خلي بالك وكون دقيق كويس جدا من المواجهات اللي هتجيلك الايام اللي جايه. في كمان ان انت الايام دي هتحاول تقفل على نفسك باب وهتهرب من اي حد ممكن يتكلم معاك بطريقه مش كويسه، وهتعمل حدود بينك وما بين اي حد. بالنسبه للعزاب انتوا عندكم جواز وعندكم تغيير في حياتكم العاطفيه باذن الله. انتوا الايام دي بقيتوا واضحين قوي وما بقيتوش تسمحوا لاي حد ان هو بس يفكر يقول لكم كلمه تضايقكم، ما بال بقى لو اذاكم. يعني ده لو اذاكم هنقول يا رب ارحمه، كرامتك فوق اي حاجه، كرامتك خط احمر ما بتسمحش لحد ان هو بس يعدي عليها، مش لسه هيجرحك ويفكر ان هو يجرحك. واحسن حاجه يا برج العذراء ان انت الفتره دي بترتب اولوياتك وتعرف انت عايز ايه، رغم ان عندك حاله من الكركبه بس عندك امور هتتحسن وهتحول نقط لبدايات جديده والحياه جديده. ماشي في طريق والطريق ده معاك شخصين فيه، هيتاثر وهيتيسر الموضوع وهيبقى فيه انطلاقه جديده، بس كون حريص من عوض ربنا ليك، علشان خاطر لما يجي لك عوض ربنا تحس بيه. بلاش وجع قلب، ما تخليش اي حد يزعلك ولا اي حد يستغلك، وكون حريص كويس جدا. قراءتك كلها بتقول لك احرص علشان خاطر هم مش سايبينك في حالك. عندك هديه جايه لك من شخص الفتره اللي جايه، شايفه كمان انه في حد هيجي وهيخبط على بابك يا برج العذراء، بس حاول تحذر وتخلي بالك من التعب والقلق اللي هيجي لك فجاه. تعرف انه ده تجديد معاد تجديد السحر اللي بيتجدد لك من واحده ست مش سايباك في حالك، لكن هيكون عندك انفراجات كبيره خلال الفتره اللي جايه. في امور شغله بالك، امور شغله بالك ومخلياك مش عارف تعمل ايه، كل ما بتقول هانت بترجع اسوأ ما كانت بسبب الضغط النفسي اللي انت فيه. في علاقه ثالثه في حياتك يا برج العذراء، كون حريص وخلي بالك وبلاش المشاكل اللي انت بتعملها على الفاضي وعلى المليان. برج راجل العذراء انت اذيت حد وظلمت حد والحد ده بيدعي عليك، لازم تصالحه علشان امورك تبدا تتحسن. بالنسبه للفتاه العذراء، فتاه العذراء انت عندك مناسبه حلوه، قراءتك كلها بتدل ان انت عندك بشاير حلوه وعندك انطلاقات كتيره حلوه، بس العيون هي اللي مأزياكي، وبسبب السحر اللي بيتجدد لك ده اللي تعبك نفسيا وجسديا ومخلي عندك عده العراقيل. في كمان حاجه هتوضح قدامك اليومين اللي جايين، الحاجه دي هتوضح قدامك وهتاخدي فيها قرار وخطوه اتجاه الموضوع. في ورقه عندك في الحكومه بتحاولي تخلصيها، هتخلصيها وهتربحي اللي انت عايزاه. في كمان علاقه عاطفيه معذباكي، علاقه نرجسيه مخلياكي متضايقه ومخنوقه، وشايفه كمان ان انت بتحاولي تهدي نفسك بس مش عارفه بسبب الضغط اللي عليكي. عندك توازن في بعض الامور، توازن في بعض الامور، خلي بالكم كويس جدا من تدبير حساباتكم مع اشخاص هيدخلوا حياتكم. في موضوع مهم عندك، هيجي لك خبر بيخص الموضوع ده يا برج العذراء، هيجي لك خبر يخص الموضوع ده. في اشخاص في حياتك انت مش مرتاح لوجودهم ونفسك تطلعهم من حياتك بس مش عارف، مستني الفرصه تجيلك. الاشخاص دول مش كويسين خالص، دايما بيضغطوا عليك ودايما بيزودوا المسؤوليه عليك، ودايما ما بيقولولكش شكرا ولا بيقولولك اي حاجه تطلعك من اللي انت فيه. فعايزك تخلي بالك ان كل حاجه ليها حل، مفيش حاجه بتدوم يا برج العذراء ابدا. على قد التعب، على قد خيبات الامل، على قد الظلم اللي انت مريت فيه، بس كل حاجه ليها وقت معين، وبمجرد ما الوقت ده يخلص هتبدا تحسن حياتك وتبدا تبص لمستقبلك بشكل ايجابي باذن الله بفضل ربنا. متالق يا برج العذراء، دايما متالق ورافع دماغك لفوق، ودي احلى حاجه فيك، رغم ان امورك متلخبطه بس دايما متالق وبتقول ربنا اكيد هيكرمني، ربنا اكيد عارف ان انا تعبت واتظلمت وخاب ظني في ناس كتيره جدا كنت مفكرهم حبايب بس طلعوا مش حبايب. برج العذراء بانتظارك خطوه جديده هتحسن من حياتك، وهيبقى عندك فتره فيها خير وفتره امور حلوه جدا. بص يا برج العذراء، الفترة اللي فاتت دي كنت بتعيط من جوه قلبك ومحدش كان حاسس بيك، وانت ما كنتش بتطلع الزعل اللي جواك، بس بتقول انا فرحان انا كويس انا تمام وخلاص. عايز اقولك ان انت الحاجة اللي مفتقدها هتجيلك الايام اللي جاية خلال اسبوع او اسبوعين. عندك مناسبتين حلوة
بان انت هتمضي عقد جديد او انفراجة جديدة. دايما في بيتك شخص طيب بيدعي لك، شخص طيب بيدعي لك، وفي شخص تاني حقود، احذر منه يا برج العذراء. انت بتتعامل بجدية ودايما واخد كل حاجة على اعصابك، بس ما تقلقش، عندك جبر خاطر ومقابلة مع شخص، ورا المقابلة دي هتجيلك حاجات حلوة. شايفة كمان ان انت هتبدأ تغير وجهة نظرك في الحياة بشكل ايجابي، عشان عندك طريق هيتفتح قدام، في طريق كل ما تمشي فيه بتلاقي عكسات وتلاقيه بيتأجل. الايام اللي جاية مش هيتأجل، علشان خاطر انت هتقص اي حاجة ممكن تأذيه، وهتدخل في فترة راحة وفترة انطلاقات جديدة، والسعادة هتعوم على حياتك. ده مش كده وبس، كمان هتغير من نفسك بطريقة ايجابية. في ناس نكرة خيرك، في ناس نكرة خيرك ودايما بتتكلم عليك بطاقة سلبية ومش سايبينك في حالك، رغم ان انت كنت بتقدرهم وبتعافرهم وكنت دايما معاهم، بس الناس دي مش كويسة، الناس دي اصلا خاينة، وكانت غلطتك من الاول يا برج العذراء ان انت دخلت ناس في حياتك ما كانوش يستاهلوا محبتك ابدا. عندك هنا حرف الواو وحرف الالف والميم والنون والعين، ان الحروف دي مش سايباك في حالك، مخلياك بتمر بتعب وهموم وبعض المشاكل، وبتواجه التزامات كتيرة جدا لوحدك. يعني انت عندك هنا بالك مشغول، بالك مشغول بحد تعبان، بالك مشغول بطاقة سلبية داخلة على حياتك، بالك مشغول بعدة المواضيع اللي أذياك، رغم ان انت ما تستاهلش كده، بس بتقول اكيد ربنا ليه حكمة في كده، وده اجمل ما فيك يا برج العذراء، وعلشان كده الفترة اللي جاية هتحصد حصد تاما في حياتك. ارجع واقول لك تاني يا برج العذراء، الفترة دي حالة ركود، حالة افكار سلبية من وقت للتاني، بسبب ان حياتك حاسس ان فيها، حاسس ان في مفيش تحسن. لا، دي كلها مجرد وقت، وحياتك اللي جاية ما هتتحسن، وهتركز في حياتك بشكل ايجابي. شايف انا بقول لك ايه؟ هتركز في حياتك بشكل ايجابي، والهدية اللي جاية لك هتجيلك في الطريق، في طريقك هي اصلا جاية عليك، بس انت احذر من العراكيل، احذر من العراقيل، احذر من التوتر. انت ناوي على سفر يا برج العذراء، ناوي على سفر، ناوي على نقلة جديدة، وبإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، علشان انت دايما حياتك فيها تحسن، حياتك فيها نقلة جديدة، تغيرات حلوة، ربنا هيجازيك خير. ما شاء الله عليك يا برج العذراء، خرجت ناس من حياتك حاقدين غيرين، دايما كانوا بيتكلموا عليك، وعلشان كده العوض اللي هيجيلك من ربنا بداية جديدة مع بعض الأشخاص، دعم حلو، شخص الفترة اللي جاية هيجيلك وهيدعمك، وكمان هيهز مشاعرك من جوه قلبك، وانت كمان هتحرر نفسك من علاقة سامة زي ما قلتلك، وهتبدأ تشوف الحياة بشكل مختلف. هو ده اللي احنا محتاجينه، انت محتاج تبتعد عن اي حد ما يتمسكش بيك، تبتعد عن اي حد ممكن يأذيك ويتكلم عليك ويطعنك، رغم ان انت مش بتقدم له غير الخير. ما تسمعش لحد وارمي ورا ظهرك اي اذى واي ظلم، وربك هو اللي قادر على كل شيء. لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبيعة ولا من اي حاجة ولا من وسواس، اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا اللي عليها العلاج الشافي لحياتك بإذن الله.